من خلال السفر والترحال علينا أن ننثر تجاربنا وهي المليئة بالحكايات من خلال تبدل الأمكنة والجغرافيا إلى العادات وتقاليد الشعوب وبخضرار الأودية والجبال وبرودة الأجواء إلى الأحراش الغابات الطبيعية بتغير مناخها من جبل وأودية إلى آخره. هذه الرحلات دائما ما تتيح لنا أن نظفر بمشاهدات الطبيعة عن قرب لمختلف الظواهر الطبيعية واللي راح تزيد من اكتشاف الإنسان لقدراته ومواهبه. من خلال رحلتي للبوسنة والهرسك حبيت أني أغير وأخرج عن إطار المتعارف له، وذلك من خلال الدخول في تجربة أخرى وهي تسلق ميشن باتجاه جبل ليسين مع بعض الرفقاء من البوسنيين حتى أكون قريب منهم وكسر الحاجز اللي دائما يرافقنا من خلال ابتعاد عن أهل البلد. هذه المغامرات الجبلية والرحلات الاستكشافية في الطبيعة الخضراء فهي متعة لا تضاهيها متعة، وهي ترويح للنفس. Thank you.
لقد تعودنا أن نعيش يومنا بين مطرقة عقارب الساعة. علينا أن نعطي جزء من وقتنا للطبيعة لنغتسل من أشعة شمسها. هذه الطبيعة هي بمثابة سعادة للإنسان بعد احتكاكه بها. أما بعد انتهاء الرحلة فأنا مدين لأحدهم عندما استضافنا في منزله لتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء رحلتنا إلى جبل ليسيل، محتفظا بكل الذكريات الجميلة في هذه الرحلة باتجاه هذا الجبل.
تسجل.